عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. زمان كانوا يقولوا من قادت الآمال إلا للصابر. الله. دلوقتي يقولوا من قادت الآمال إلا لخائني إلا له. دائما. صحيح إنك أنت الوالد كان سيد وسادة محمد رفع الزناب بشغل طريق رفع الصوفية. كل مرة كلمت قال يا أبي تعال تعال المكتب. قال سعسان من مشى في عهجة أخيه فله أجر اعتكاف 10 سنين. قلت له بابا أنت وزير ريح اطري لك تشيكات كذي. قال لا يا ابني مالي هذا خلقنا. هذا حديث ابن عباس. إي فصحيح إنك أنت الوقت اللي تفسير الشعراوي اللي تقضيه في قضاء حوائج الناس الله يقضي لك في حوائجك. يعني حسية ومعنوية ولا يعني معنوية؟ استدرك على الشعراوي يعني. لا يعني شلون الله يقضيها؟ بأمره؟ الله يقضي. شلون الله يقضي؟ يعني أنت بتروح مشوار واحد حبسك قال لك اقضي لي. أراد شيء يعني لو رحت قضيت مصلحته الله راح يقضي مصلحتك بدون ما تروح؟ أو هيئ لك واحد ها؟ ربنا سبحانه وتعالى خلاص إذا الأمور تعلقت به ما فيش مجال للعقل في الكلام. الله. هو الحاصل إن الحاجات دي كلها اختبارات وتدابير من عنده سبحانه وتعالى. وما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه وإذا أهانه ده بيسموه دليل الموافقة. يبقى دليل الملازمة اللي هو مأخوذ من الكلام. إذا أهان شاب شيخا بعث الله له من يهينه عند نفس السن. وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما يحدث من الحيوانات يحدث عند الإنسان لأنها أسبق منه في الوجود ومنها تعلم. شوف والله العظيم كنا بنأكل في السوق القطة شدت الغطرة كده من هنا يعني كان بهل يعني فأعطيناه قعدت تأكل. تانية خطفت وجرت. الله. كذلك السارق إذا خطف ما تشوفش وش. سبحان الله. واللي بيتعرض للسؤال اللي أنت تعطيه يجي يتعرض له. كذلك الإنسان اتعلم الدفن من الغراب. كويس؟ لأن كل شيء كان موجود قبل الإنسان ما يجي. ابن آدم لما قتل أخوه واحتار يقتله ازاي فبعت له غراب يعلمه ازاي. فاللي حاصل دلوقتي ما يحدث من الحكومات بيحدث عند الشعوب والحكومات خدتها من الحيوانات. والله العظيم اللي بيعلمنا الحيوانات. طب شوف النسر. أنا شفت مرة 5 مشاهد كان قبل صلاة المغرب في قناة الحيوان. المشهد الأول ثعبان أكل ثعبان للديك وخلص عليه. والثاني يجي يعمل برقبته كده يجي هو طالع لفوق يعني يخنق فيه يطلع لفوق الثاني ما معرفش يطوبه عاد ما كان رأسه تاني يأكل فيه للديك. كذلك الإنسان لا شبيع له إلا الثعبان. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني أو عزني في القطع. بدل ما يديله واحدة من عنده عايز ياخد دي وأخوه ويمشي. الثاني المشهد الثاني يعني قلنا شوف الثعبان ظالم إزاي وضرب به المثل في الظل. جه غزال هربانة من شب من لبؤة وأسد وأشبل الاثنين كادوا يدركوا الغزال. انتصبت لهم أفعى امرقت عيناها واحتدت أنيابها وسال لعابها فانخنسوا ورجعوا للوراء وشالوا أشبلهم نجت الغزال ما شاء الله. يبقى من الظالم اللي ما كانش عاجبك ده كان سبب في ايه. طيب جه جاي نسر من طبقات الجو العليا قبض على الأفعى دي بالمخالب بتاعه وطلع بيها لفوق قطع راسها وخد الجسم كله وداه لأفراخ وياكل. وبعدين ما كفهمش الأكل ده نازل تاني شاف سلحفاة. السلحفاة حست
أرزت بجسمها داخل القفص، جشينها بالمخالف بتاعته وطار لفوق نجا صخرة عاتية جراميها فوق منها القفص بتاعها اتكسر. صدفة. وجواخر قلبها كله ورسه وطلع قطعا أطراف. وبعدين جا طالع على غصن البان اللي فوق الجبال ونجر فيه 5-6 نجرات كده، وجع ما جوفه وعمل لنفسه ايه عش، وبيبص على الانسان اللي ماشي بيقول له ولن تبلغ الجبال طولا. الله اطلع فوق من الجبال لازم نفسه في الحته دي علشان. وبعدين المشهد الاخير جماعه في شرق اسيا رايحين حقل رز تقول 1000 فدان مثلا، وهم رايحين امتلت طبقات الجو العليا بجراد مكثف، سبحان الله، اكل الزرع وهم واقفين ويضربوا كف على كف كده المساحه الواسعه الشاسعه دي. طلعت ربط المسجد، فكان عندنا واحد يجيب صفيحة يمكن قريبة من العصا دي كده، صفيحة مليانة ايه تمور وعجوة، الراجل دورها بالمتاع وجفرتها، المغرب الدن وقفوا ياكلوا وصلوا، طلعنا من الصلاة لقينا كوم ايه نوى جردوها زي الجراد اللي طلع. يقول لك سيدنا عمر افتقد الجراد فاغتم، فبعت البعوث من كل جهة يجيبوا له حاجة، فجابوا له قبض الجراد من اليمن فسر وفرح وقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول الأمم هلاكا الجراد، ثم تتابع سلك الأمم في هذا الهلاك. كويس. ولذلك لما بيجي الجراد بيبقوا الناس هنا فرحانين به. بالذات التكيان العصبي بتاعه. ها؟ لأن الجراد الجهاز العصبي بتاعه من أدق الجسم. طيب هذا الموضوع كله أحسن من ماتش الكورة ولا لا؟ نعم. يعني لما تبص وتعتبر فيه وتشوف كم يشاهد قناة الحيوان بالنسبة لقناة الكورة مثلا؟ ولا شيء. لا ممكن تلاقي مثلا 2% بتخلي. ممكن رقم في بعض الأماكن يتزاد يصل 5-10. وإن لكم في الأنعام العالية. لكن فعلا. ال- 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 الأفعال الغريزية دايما في الحيوان في الطيور في الحشرات في هذه الأشياء في كثير منها من المسائل الغريزية عند الإنسان نفسه. مش اسمه ده بيقول ايه يلبد الورد السبنتة وله بعد افتراس. نعم. الورد اللي هو الاسد يعني تلاقيه هربان في ايه في السافانا مثلا. نعم. لاجل يصطاد الغزال اللي هي السبنتة. نعم. كويس. او تلاقي واحدة ماشية في الشارع وعيال بيعكسوها على حافة الطرقات. نعم. اذا طوعتهم بعدها يفترسوها ويفترشوها. لو تأملوا الناس لو تأملوا في حياة الحيوانات في موضوع التكاثر بالذات وهذه الأمور هيلاقوا أنهم بيعملوا زي الحيوان، ويمكن الحيوان حتى الحيوان له نوع من الحيوان. والله العظيم أن الأسد مرة شاف غزال بتولد مرضى يجمعها، ومرة كان فيه فيل الخرطوم بتاعه مقطوع فبقت الفيلة تعطيه كل واحد يأكل ويديه ما شاء الله يعاونه على خاطر ما عندوش الفيلة. والله ديه يعطيه وده يعطيه ديه يعطيه وده يعني سبحان يعني للأسف احنا وصلنا لزمن حتى ما حصلناش الحيوان في التبادل الاجتماعي بيننا. ما في الإنسان قلبه المادة والفلوس. طب هو اللي فضل ما هي حالة الناس ايه اللي فاضل بين الناس من الأرحام؟ ما في.
المثاليات كلتها الماديات. لا وكمان التكنولوجيا الحديثه وصلتنا لمرحله ان الحكومه اللي عملت في الناس كده بتعزي بعض برسائل الواتساب مش يروح ياخد بخاطره فعلا. يقول عبد الناصر قال لنا العلم يرفع بيوتا لا عماد له. دلوقتي ارباب العلوم هم اللي مش لاقين بيوت يقعدوا فيها. لا هو انا كان سألوا اهل الذكر ان كنتم تعلمون فين اهل الذكر دلوقتي؟ خلاص بقت اي حاجه على السريع كده وجبات يعني. دور على اليوتيوب شوف لك حاجه كده بص عليها خد المعلومه وجه. انما اهل الذكر ده فيها نوع من مجلس العلم وادب العلم. الله يرحم شيخنا من المصري ده كنت بتعمل ايه؟ الله عليك بيعمل مجلس علم عشان الناس تتعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله.